الخطة لسهل المنزل. الخيوط إذا كانت شي خيوط أخطأها هذا علاقة مع المنزل. ثانيا إحنا كحزب يجب أن نأخذ القرار في إطار أجهزة الحزب باستقلالية وأن نعبر عن مواقفنا تجاه القضايا الوطنية باستقلالية. في الحزب الأصلي إذا كانت نتيجة إيجابية وبدون ضمانات وأصبحت أمينات سنفاجئكم في مواقفنا تجاه القضايا الوطنية. حينما نملك قضية الاستقلالية هو قرار ذاتي، قرار هل نريد أن نكون مستقلين أو لا نريد أن نكون مستقلين. أما أن نكرر تصرفات أو أن نكرر مواقف المخزن بشكل سيء ورتي فإن سنكون حزبا فاشلا. أعطيني حزبا واحدا من أحزاب الدولة في العالم العربي نجحت، كلها سقطت. تونس سقطت في آخر الدولة، سوريا سقطت، العراق سقط، كل شيء نحزب. لهذا أنا أعتقد بأنه حتى يبقى حزب الأصالة والمعاصرة له مستقبل أبد عليه أن يقطع مع هذه العلاقة. نحن أحزاب تشتغل في إطار القانون في إطار الدستور، ولكن لن نشتغل عند أحد.